شهدت نقاط انطلاق الحافلات المدرسية في مناطق سكن طلبة المدارس الحكومية بمختلف المحافظات انسيابية واضحة في عملية الوصول في الوقت المحدد بعد تطبيق قرار وزارة التربية والتعليم بإعادة جدولة اليوم الدراسي لمختلف المراحل التعليمية ومواعيد انتظار الحافلات. ونقل جميع الطلبة في فترات تسبق ساعات الذروة، والأمر ذاته تحقق في عملية الانصراف مع نهاية الدوام المدرسي. بعد تطبيق وزارة التربية والتعليم اليوم قرار إعادة جدولة اليوم الدراسي لمختلف المراحل التعليمية ومواعيد انتظار الحافلات، شهدت نقاط انطلاق الحافلات المدرسية في مناطق سكن الطلبة المدارس الحكومية بمختلف المحافظات انسيابية واضحة في عملية الوصول في الوقت المحدد. طبعا في البداية احنا رتبنا الطلاب ورتبنا الانصراف، نفس ما شفتم ويانا اليوم ان شاء الله كان الانصراف جيد قبل وقت الذروة، نفس ما شفتم ما صارت لنا ازدحامات مرورية، كانت العملية سلسة، زحمة خفيفة وراحة لنا، وفي وقت للطلاب أو لعيالنا يدرسون وقت راحة لهم، وبعد تعرف الطالب كابتدائي يبي يلعب وياخذ راحته. وساهم هذا القرار بما تضمنه من تغيير في مواعيد انتظار الحافلات في نقاط الانطلاق صباحا، وتغيير مواعيد انصراف بعض المراحل الدراسية ظهرا، وخروج الطلبة على دفعات في نهاية الدوام المدرسي في توفير مرونة أكبر في عملية نقل جميع الطلبة المسجلين في خدمة المواصلات المدرسية من وإلى مناطق سكنهم. صراحة شفت الفرق من بين الأيام اللي فاتت واليوم، صراحة كان كلش حركة المرور سلسة جدا، والأمور كانت الحمد لله ممتازة جدا يعني. طبعا القرار يعد ويبين مدى الترابط والتلاحم بين وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور، وصدق يعني خفت الزحمة وأولياء الأمور قدروا أن يوصلون حق عيالهم في الوقت المحدد، والحمد لله يعني كلنا يعني مستانسين من هالقرار. الحين صار عندي وقت أروح أتغدى ويا أهلي ومارس هواياتي. ويأتي هذا القرار في سياق تفاعل الوزارة واهتمامها برصد ومتابعة الملاحظات والتحديات ومعالجتها على وجه السرعة، وفي ضوء المشاورات التي قامت بها مع عدد من لجان ومجالس الآباء بمختلف المدارس الحكومية في إطار الشراكة والتنسيق.